أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نحييكم بأجمل تحيات هذا الصباح، فأسعد الله صباحكم بكل خير. بالمحبة دائما نلتقي، وبالمودة نجدد مع حضراتكم هذا اللقاء في يوم اللقاء مع اللقاية. انطلق شوط جميل، شوط من أشواط الخير، شوط من أشواط المحبة والسلام هنا على أرضية ميدان المدينة. هذا الشوط الثالث من تعداد أشواط صباح هذا اليوم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتمنى دائما التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين. أتابع اللي اندفعت باندفاعات مبكرة مع صباح هذا اليوم، وأول الناشرات المقدمة الآن اللي تتواجد، الشاهينية لسيد زايد بن عبد الله بن حميد المزروعي متواجدا أيضا هنا، حريصا بتواجد هذا الشعار ممثلا لهذه المنطقة. ينطلق أمام كل المشاركين. أتابع المركز الثاني اللي وصلت على ثاني المراكز، مهابة لسيد مبارك بن عبد الله بن معضد المشغولي أيضا يأتي بدوره على ثاني المراكز. والمركز الثالث وصلت روعة، روعة تقدم هذا المستوى على ثالث المراكز لسيد مسلم بن سالم العامري أيضا متواجدا على ثالث المراكز. والمركز الرابع وصلت الضبي في هذه اللحظات لسيد ناصر بالعبد الوهيبي يتواجد على رابع المراكز. والمركز الخامس في هذه اللحظة متابعينا مشاهدينا الأعزاء اللي هي مياسة لسيد مبارك بن يمعة بن مطر بن مايد الخيلي يقدم لنا هذا الاسم الجميل مع مياسة. بينما المركز الخامس أرى التواجد والحضور الجميل من دانة العين لسيد عبد الله بن سعيد العسكري يقدم لنا أيضا دانة العين لترقص على المركز السادس والمركز السابع. أوصلت في هذه اللحظات اللي هي عنوان لسيد صالح بن خادم بن صالح الزرعي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثامن، وأرى سلسبيل تنطلق سلسبيل لسيد مظفر بن محمد بن حسن العامري. بينما دور المركز العاشر أوصلت حشمة لسيد عبد الرحمن بن أحمد بن غدي الكتبي. هذه النتيجة للعشرة الأوائل، وهنالك أسماء قادمة ما بعد العشرة المراكز الأوائل. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المسار، أعود مع التحديات. يا سلام يا سلام، يا له شوط يا له شوط، والشوط مولع بالفعل، مولع مولع بالفعل. بداية التحديات الشاهينية تنطلق بهذا العرض الممتاز. زايد بن عبد الله بن حميد المزروعي يتقدم هنا بتواجد الشاهينية مع المضمر سعدون بن مبارك الوهيبي، حريصا بتواجد هذا الشعار في قمة هذا الشوط. حتى الآن متمركزا وهو الرقم المستهدف في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني أوصلت من جانب الآخر بدأت تسلل. الله يا سلام يا سلام، مياسة مياسة مبارك بن جمعة بن مطر بن مايد الخيلي يقدم لنا مياسة لترقص على ثاني المراكز. وبالفعل أحد الأسماء القوية المشاركة النازلة بكل قوة في هذا الشوط. بينما المركز الثالث أصبح من نصيب حشمة، حشمة تبحث عن مكان. الحشمة عبد الرحمن بن حميد بن علي بن غدي الاشتبي يتواجد في مكان الحشمة مع ثالث المراكز. والمركز الرابع وصلت مهابة، ولكن غير مهابة غير مهابة، الشوط في قوة، الشوط في إثارة. وصلت مشاهدينا متابعينا الأعزاء تعويض صبيح بن سالم الغيلاني متواجد في هذا الشوط. أيضا ضيفنا العزيز من السلطنة قادم مشاركا بهذا التحدي، ولكن أيضا وصلت كذلك مشكورة سهيل بن رملي بن محمد العامري بدأت تغير وخطفت الأضواء. ما شاء الله مصانع الجنوب، مصانع الجنوب حاضرين بهذا التحدي الممتاز. والكيل الأخير، الله 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 الله، يا سلام، مشكورة مشكورة، تبحث عن الشكر، تبحث عن السلام في مقدمة الشوط. سهيل
قلب الرملي من محمد العامري يقدم هذا العرض الممتاز على مستوى مقدمة هذا الشوط ورقصا تلقائي مميز بالفعل على صدارة المركز الأول، بينما المركز الثاني تعويض قادمة تعويض صبيح بن سالم الغيلاني يتواجد، وصل إشعار عابر بخلفان بن محمد الهامري قادم على ثالث المراكز وأول إذاعة تنطلق في هذه اللحظات يا سلام اللي هي شجرة بالفعل في ثالث المراكز. والمركز الرابع أرى حشمة عبد الرحمن بن حميد بغدي الاكتبي، والمركز الخامس أوصلت مصيحة عوض الصغير العامري، ولكن نعود مع الصدارة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا العرض المميز ما يأتي إلا عندما تجد السبق، وهذه ثنتين الثنتين 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 على الصدارة. المعركة طاحنا بالفعل طاحنا على البداية يا سلام، مشكورة مشكورة مشكورة، وكذلك التعويض يا سلام مشكورة، أهالي المصانع الجنوبية وأهالي السلطنة حاضرين، ولكن مشكورة 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 على الصدارة، مشكورة بالفعل السهيل بن رملي بن محمد العامري. سلام 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 أهالي الوجن، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني تعويض لسيد صبيح بن سالم بالغيلاني بالفعل، والمركز الثالث المركز الثالث وصلت مشاهدينا متابعينا الأعزاء مصيحة العوض الصغير العامري، والمركز الرابع كان من نصيب اللي هي حشمة عبد الرحمن بن حميد بن غدي الكتبي، والخامسة أوصلت مشاهدينا الأعزاء مياسة، المركز الخامس سيد مبارك بن معب المطار بن مايد الخيلي. هكذا كانت النتيجة، ولكن هنا استطاعت مشكورة أن تهدي السلام والتحية في هذا الصباح للسهيل بن رملي بن محمد العامري بتوقيت ممتاز 5:56:3 من الثانية، التوقيت الأفضل في هذا الصباح بالفعل يتحطم تحت أقدامي مشكورة. المركز الثاني أيضا هنا قدمت تعويض عرض ممتاز وأتت بتوقيت 5:56:7 من الثانية، تهانينا لصبيح بن سالم الغيلاني. المركز الثالث أيضا هذه لحظات وصول المركز الثالث مصيحة بتوقيت ممتاز 6:02، تهانينا والناموس عوض بالصير العامري. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم للثلاثة المراكز الأوائل، تهانينا والناموس جميعا.